بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. يروي آية الله السيد حسين تستغيب قدست روحه الزكية أن رجلا في شمال إيران كان ليليا يواظب على زيارة عاشوراء. في يوم من الأيام اطلع على زيارة الناحية وقرأ هذه المقاطع: لأن أخرتني الدهور. فالتفت بقلبه إلى الإمام المهدي المنتظر عليه السلام وقال: سيدي، تبكي جدك الحسين في الصباح والمساء، وأنا لا أبكي جدك الحسين إلا في المساء، شغلتني الدنيا عنك يا ابن رسول الله. ثم قال: هذا الرجل الطهراني الذي كان يسكن في شمال إيران، سيدي يا صاحب الزمان، شرفني بمكاني هذا، ببيت المتواضع، بغرفة البسيطة، أنا وأنت لكي نبكي على جدك الحسين. ثم قال في نفسه: من أنت حتى يأتيك الإمام الحج عليه السلام، وأنت كثير المعاصي، كثير الذنوب، كثير الغفلة. يقول هذا الرجل: ثم بعد ذلك استمريت في الزيارة، وكان يخمد الضياء ويقرأ الزيارة بتفجع. قال: ما مضى شهر إلا ورأيت مولاي الإمام الحج عليه السلام في عالم الرؤيا، وهو يقول لي: إنك دعوتني للمجيء إلى بيتك وتصورتني لا أحضر، نحن أهل بيت لا نرد دعوة أحد أبدا، فقد حضرت عندك وجلست في حجرتك وبكيت معك على جدي الحسين عليه السلام 4 مرات. هذه الحادثة وهذه القصة تدلنا دائما وأبدا بأن الإنسان الذي يبكي على الإمام الحسين عليه السلام ويواسي صاحب الزمان سلام الله عليه، فإن صاحب الزمان سلام الله عليه يخصه بنظرة خاصة، بل يدعو له بأن الله يغفر له ذنوبه، بل إن الطريق لمغفرة الذنوب والقبول عند أهل البيت عليهم السلام هو البكاء على سيد الشهداء. لم يلتفت صاحب الزمان سلام الله عليه إلى هذا الرجل إلا بعد إن بكى على سيد الشهداء، بكى على الإمام الحسين عليه السلام. لذلك مهما كانت ذنوبك كثيرة، مهما كانت معاصيك كثيرة، فابكي على الحسين، كما قال الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي على جدي الحسين عليه السلام، فإذا ما تحدرت دموعك على خديك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهنا حصل هذا الرجل على عناية صاحب الزمان، لأنه قد دعاه لمجلسه، لبيته، لغرفته الصغيرة. ومن آداب أهل البيت عليهم السلام ألا يردوا دعوة أحد أبدا. الإمام الحسين عليه السلام في حياته الشريفة كان راكبا جوادة، ومر على مجموعة من الفقراء جالسين على الأرض يأكلون بعض الرغيف، وعندما مر عليهم بجواده قالوا له: يا ابن رسول الله، انزل وكل معنا. فنزل الإمام الحسين عليه السلام وجلس بينهم وقال: نحن أهل بيت لا نرد دعوة أبدا. فعندما أكل معهم قال: الآن استحق عليكم أن تأتوا إلى بيتي وتأكلوا معي. وعند العشاء جاءوا جميعا هؤلاء الفقراء إلى بيت الإمام الحسين عليه السلام. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا واجعل من ذلك أسلوب حياة. إذا ما عقدت مجلسا وإذا ما بكيت ولو مع نفسك على الإمام الحسين، ادعو صاحب الزمان أن يحضر وأن يجلس معك وأن يبكي على جده الحسين عليه السلام معك. أنت وصاحب الزمان تبكيان على الحسين عليه السلام، وأكيد وحتما
سيحضر صاحب الزمان سلام الله عليه كما حضر إلى هذا الرجل الطهراني، وكذلك يجلس معك ويبكي على الحسين عليه السلام ويدعو لك بقضاء جميع حوائجك. برنامج صباحات الأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.